السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمود عمر النحال من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين خان يونس. نستكمل معا باقي قواعد الوحدة الأولى. كنا قد تحدثنا معا عن زمن المضارع البسيط، واليوم نستكمل الزمن الثاني من قواعد الوحدة الأولى، وهو زمن المضارع المستمر The Present Continuous Tense. Let's see with each other the present continuous tense. خلينا نشوف مع بعض زمن المضارع المستمر. Let's look at these examples. خلينا نشوف مع بعض الأمثلة. These are the examples. Example number one. She can't speak to you because she is doing her homework. هي لا تستطيع أن تتحدث معك لأنها تعمل واجبها. Example number two. My brother is speaking on the phone at the moment. At the moment. أخي يتحدث في على التليفون في هذه اللحظة. 3. محمود's English is getting better quickly. Is getting better quickly. These are three examples talking about something happening now. An action happening now. شيء بيحدث الآن. شيء بيحدث الآن. Or sometimes the present continuous tense. أحيانا يستخدم المضارع المستمر to express something is going to be better in the future. شيء سيكون أفضل في المستقبل. مثل اللي هو example رقم 3. مثل المثال رقم 3. Let's see the usage اللي هو الاستخدام. Usage اللي هو الاستخدام. An action is happening now. زمن يحدث الآن أو شيء بيحدث الآن. The phone we said in the first period. قلنا التكوين أو التركيب في الزمن الأول مهم جدا، وفي الزمن الثاني أيضا مهم جدا على الطالب معرفته. If we look at she here. لو طلعنا على she singular subject اللي هو فاعل مفرد. It takes is plus verb plus ing. If you look at my brother also, the subject is singular. الفاعل عندنا مفرد. It takes also is. If I say they, I'll say are. They are speaking. لو احنا قلنا they جمع هياخدوا are. عايزين نشوف التركيب تحت ان شاء الله. محمود's English also singular. اللغة الانجليزية لمحمود اخذت is. خلينا نشوف مع بعض. This is the form. هذا هو التكوين. Am, is, are. Am, is, are plus verb plus ing. Am, is, are plus verb plus ing. طبعا we have seven pronouns as we mentioned before. قلنا عنا سبع ضمائر. Three are singular. عنا ثلاثة مفرد دائم. And three are plural permanent. وثلاثة أيضا جمع دائم. طبعا اللي هي he وshe وit بياخدوا is زائد اللي هو الفعل مع ing. مثلا She is listening to Quran now. He is playing football at the moment. They are watching TV. We are listening to the Holy Quran now. نستمع. We are teaching at the moment. نحن ندرس في هذه اللحظة. فالمفرد بيأخذ is زائد الفعل المجرد، والجمع بيأخذ are. أما الآي فهي شاذة. هنا بتأخذ am زائد الفعل و ing زائد الفعل و ing. طبعا في الملاحظات هي معروفة اللي هو المفرد والجمع. المفرد والجمع اسمع المفرد و are للجمع و am مع الآي اللي هي شاذة. Let's move to the point number 3. نروح على النقطة رقم 3 اللي هو النيجاتيف. كيف بننفي الجملة في المضارع المستمر؟ كيف ننفي الجملة في المضارع المستمر when the subject is singular as we said all of them. خلينا نقول مش حتى للمفرد am و is و are as we mentioned before. زي ما ذكرنا في البداية am و is و are we add not after them. ما زالهم أفعال مساعدة helping verb. قول ما عندك أي فعل مساعد سواء am is are و أي فعل مساعد آخر has have إلى آخره. You can add not after it and it becomes negative. بتضيف not بعده أصبح هذا الفعل المساعد أو الجملة منفية. أصبح الجملة منفية. Then subject الفاعل مثلا I am not watching TV. He is not playing football. They are not listening to etc. إلى آخره. طبعا عندنا مثال
من الطالب المفروض يجاوب عليه لحاله. Let's go now سؤال من أسئلة الامتحانات، أو سؤال عادي Let's go now we have keywords عندنا كلمة دالة. It space anymore حط للفعل اللي هو بين قوسين أعطاك اللي هو الخيارين not rain not rain. We have to make the sentence negative بدك تنفي الجملة، أو بدك تستخدم اللي هو الجملة استخدم الفعل rain منفي لأنه هو حطط لك not قبل هذا الفعل، حطط لك not قبل الفعل يبقى بدك تنمل الجملة يجب أن تكون منفية، يجب أن تكون منفية. هنا موضح لك اللي هو المفرد isn't والجمع aren't و I بتاخد am not. I بتاخد am not رغم أنها مش مكتوبة هنا لكن هي موجودة am not بعد am is are not زاد الفعل ing. نروح النقطة رقم 4 لـ point 4 keywords الكلمات المفتاحية أو الدلائل على هذا الزمن. عندنا listen و look و write now now can't speak زي الموجودة في المثال الأول at the moment bitter طبعا اللي هي still at the moment like that outside these days better progress هذا بعبر عن الشيء في تقدم تحسن في المستقبل. أفعال الأمر زي اللي هي peak white اهدى look listen انظر اسمع. عبارات مثل this lesson this party ممكن نروح نشوف عليهم أسئلة في نهاية الفيديو راح أرفق لكم اللي هي أسئلة وتمارين من امتحانات سابقة. طبعا اللي هو هذا السؤال يجب على الطالب أن يجيب عليه بنفسه. طبعا عندنا اللي هي الكلمات لو قلنا مثلا كلمة outside outside زي مثال على سبيل المثال what is happening outside what is happening outside يعني قصدهم اللي هي what is happening now outside ماذا يحدث في الخارج ما الذي يجري في الخارج إذا الشيء بيحدث في هذه اللحظة. بالنسبة للمثال رقم واحد اللي هو fish في keywords اللي هي كلمة can't speak اللي هي هي موجودة مقترنة بزائد now أحيانا لا يضع لك كلمة now مثلا بقول لك أحمد can't speak to you now هو المفترض يحكي بس بقول لك أحمد can't speak to you because he is doing his homework لأنه بيعمل واجبه زي المثال هذا can't speak to you now can't speak to you now إذا في موجود عندك now أو مش موجودة can't speak أو can't talk إذا بتأخذ اللي هي في هذه اللحظة. The last thing we're going to talk about آخر شيء راح نتحدث عنه the question اللي هو السؤال how to make the question. طبعا إنه أحيانا ممكن يجي اللي هو WH question زي ما ذكرنا في زمن المضارع البسيط WH question من ثم اللي هي الام و is و are من ثم الفاعل زي ما تو عرجنا عليهم هنا إذا كان الفاعل عندك I يجي قبلي am لو كان he و she و it قبلي is كان الفاعل they و we و you قبلي are من ثم الفعل نضع له ing بس غالبا بيجي اللي هو yes و no question أكثر اللي هو yes و no question بيجي أكثر في الامتحانات اللي هو ممكن يبدأ بام لو كان عندنا الفاعل I بس استخدامها مش كثير am I وبتكمل لكن استخدام is و are أكثر اللي هي is مع المفرد و are مع الجمع من ثم اللي هو الفاعل زائد ing. طبعا أنا حطيت لك اللي هو مثال you هي الفاعل عندك جمع واستضي عندنا هاي الفعل hard these days مهم المفترض نحط احنا question mark بدون أن نسيناها. فالطالب يجب أن يقول الحل اللي هو ايه are لأنه الفعل جمع are you studying hard these days are you studying hard these days بquestion mark في نهاية الجملة نحط علامة استفهام في نهاية الجملة. طبعا لو هو غير لي مثلا وضع هنا he أو قال لي مثلا سامي قال لي محمود قال لي أحمد قال لي منى اتسترا فبدك تقول is he studying hard these days هل هو يدرس بجد هذه الأيام. طبعا كان هذا زمن المضارع البسيط المستمر عفوا كان زمن المضارع المستمر. فالزمن المضارع المستمر والمضارع البسيط اللي شرحناه في الحلقة أو في الفيديو السابق غالبا ما بيجي أسئلتهم مع بعض بيجي الجملة أحيانا بيجي فيها فراغين بيجي الجملة فيها فراغين جملة فراغ على المضارع البسيط وفراغ على المضارع المستمر وأحيانا بيجي جملة مستقلة مضارع بسيط لحال ومضارع مستمر لحال. فعلى الطالب أن يكون واعي وفاهم الجملة سواء بالكلمة الدالة أو بدون كلمات دالة ممكن من خلال الترجمة يحل هذه الجمل. نعيد سريعا اللي هو التركيب اللي هو أهم شيء اللي هو تركيب المضارع المستمر am و is و are زائد فعل و ing وهي الضمائر عندك والأسماء ممكن يكون اسم أو
ضمير الفاعل طبعاً. طبعاً هو something happening now، شيء بيحدث في هذه اللحظة. When we wanted to make it the sentence negative، لما بدنا ننفي الجملة بعد am و is و are نضع not، تم الفعل لازم يكون ing مش مجرد زي المضارع البسيط. الدلائل هي موجودين عندك اللي هي now right now at the moment listen look etc can't speak can't talk etc. بالنسبة للسؤال غالبا بيجي اللي هو في بداية الجملة am و is و are plus subject plus verb ing زائد الفعل زائد فعل ing، هذا اللي هو المضارع المستمر. سنكمل معكم إن شاء الله باقي قواعد اللغة، باقي قواعد الوحدة الأولى في فيديو قادم إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع.